جامع الخاصكي من جوامع بغداد الأثرية التاريخية، يقع قرب ساحة الغريري برأس القرية في شارع الرشيد. أنشئ في العهد العثماني على يد والي بغداد محمد باشا الخاصكي سنة 1658 من الميلاد. وأبرز ما يميز هذا الجامع محرابه المصنوع من قطعة واحدة من الرخام التي جعلته من أندر الآثار الإسلامية في العالم. كان لهذا المسجد مدرسة تزخر بطلاب العلم، درست فيها العلوم العقلية والنقلية والأدبية. أما اليوم فالمسجد مغلق بسبب أعمال الصيانة منذ أعوام. كان حتى الجمعة صلاة بي وخطبة بي، يبقى للعصر. هسه ما كل شيء ماكو، لا صلاة لا أول لا تالي. السبب ما يندرى من الوقف، ما يندرى من المقاولين، ناس تذبها على ناس. بعد الإهمال الطويل الذي لحق بالجامع وميلان المنارة، باشرت الجهات الحكومية بإغلاق المسجد وبدأت بأعمال الصيانة والترميم منذ عدة أعوام بدون أي تقدم يذكر. فلشوه من 10 سنين وعافوه، يومية جايبين لي مقاول ما شونه، سوالك في الشغلة صغيرة وداروا تشوره. هاي 10 سنين دي عمره، لو بانين ناطح السحاب كان كملت. دي يحط لي كم طابوق دي عمره، مو دي يبني، مو دي يفلشه ودي يبني من جديد. هو جامع، هو أصلا جامع، وكنا نصلي بي ونقيم بي. يا أخي أصلا هو حتى الأمور اللي سووها، التحديثات اللي صارت بي، حتى التحديثات اللي صارت بي تحديثات غلط. مراقبون ومتخصصون بالتراث والآثار العراقية يطالبون الجهات المختصة بضرورة الإسراع بإتمام تأهيل وترميم جامع الخاصكي وبقية الأبنية التراثية في العاصمة، والتي تعبر عن حقب مهمة من تاريخ العراق.